على فكره الحاج عامر حسين له افضل كتير عليه وحبيبه واخويا، وانا ما كنت ماسك نادي سموحه جدا، وانا ما كنت ماسك نادي سموحه كنت ما سيبوش على طول، كنت معاه على طول يعني. فهو من الشخصيات الجميله المحترمه جدا، للاسف يعني من حظه ان هو نجح مع اتحادات كتير، انما مع الاتحاد الموجود حاليا للاسف الاتحاد يفشل اي حد. دي حقيقه، وهو الضحيه. اي حد موجود في الاتحاد ده لازم يفشل، لان الاتحاد مش صاحب كوره. لا، وهو لما كان ماسك اتحاد الكوره في فتره من الفترات كان هو رئيس كان جه رئيس اتحاد الكوره او مدير تنفيذي في فتره من الفترات، كانت الامور افضل من كده بكتير. لا، هو راجل شبعان قراره من دماغه، فاهم؟ للاسف لما كان صاحب قرار لوحده كان الوضع افضل. طب انت قلت حاجه مهمه جدا، يعني الاتحاد اللي موجود ما قدمش استقالته عشان في 17 مش عارف. انا مش عايزه يقدم استقالته، انا عايزه يطلع يقول احنا غلطانين يا جماعه واحنا مسؤولين قبل المدير الفني، عايزين نعترف بخطأنا عشان نصلح، عايزين نقول ان اللي بيحصل مش صح. انما الاتحاد موجود وكل همه ان احنا ازاي نبقى موجودين على الكرسي بدون ما نصلح اي منظومه، بدون ما نعمل اي حاجه صح. حد يقول لي مين صاحب قرار ان الترسانه تروح مجموعه الصعيد؟ انا بتكلم واضح. ايوه، تروح مجموعه الصعيد عشان انت يا عم الحاج قلت ان انت عايز تعمل جامعه عموميه وتحلو مشينا؟ لا، احنا هنوديك مجموعه الصعيد عشان تبقى الاول في المجموعه، وبعدين ناخدك تنط فوق المحترفين تلعب مع التالت من فوق، تصعد دوري ممتاز من غير ما تلعب دوري محترفين. في الدنيا كوره كده؟ وبعدين تيجي تقول لي المدير الفني وحش؟ طب حسام حسن وعشرة زي حسام حسن بالمنظومه اللي ماشيه دي مش هينجح. يا جماعه يعني للاسف احنا لما اشتغلنا بره فلينا علاقات كتير بره في الانديه اللي اشتغلنا فيها، الناس بتطلبنا بتضحك علينا، انتوا ازاي كده؟ يعني انتوا كنتوا بتجولنا خبرة، ازاي انتوا كده؟ ازاي وصلتوا للمستوى ده؟ ازاي بقى انا قاعد بتفرج على منتخب مصر في 3 ماتشات والرابع ما كسبش ماتش، ومع منتخبات غير مصنفه، كل دوت ومحدش شايف، محدش بيتكلم، كل ده مختزلينه في ان المدير الفني وجهاز الفني غلط؟ لا يا جماعه، الكوره مش كده، الكوره منظومه ونجاح واحتراف. تيجي تقول لي عايز اعمل دوري محترفين للدرجه الثانيه، على دماغي الفكره حلوه قوي بس بتطبقها غلط، خدت المسمى والجوهر لا. كل نص الانديه اللي بتلعب في دوري المحترفين غير مؤهله انها تلعب في دوري المحترفين، لان ما عندهاش ميزانيه تغطي عقود اللعيبه اللي عندها. ده كله ومحدش شايفه، وبعدين يجي يقول لك مشكله في المدير الفني. كابتن مصطفى،